مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حلم وفكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهما ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. النهاردة حلقتنا عن الحقن المجهري. الحقن المجهري إحدى تقنيات المساعدة على الإنجاب والتي تستخدم لعلاج مشاكل العقم. النهاردة معانا ومعاكم ومنورنا دكتور محمد إسماعيل، أخصائي أمراض النساء والتوليد. دكتور محمد أهلا بحضرتك، منورنا في حلقتنا النهاردة. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يا ترى يا دكتور، عايزين نعرف يعني إيه الحقن المجهري؟ الحقن المجهري دي طريقة من طرق المساعدة على الإخصاب. يعني إحنا عندنا أي اتنين متزوجين المفروض بيحصل حمل. أوكي. لما ما بيحصلش حمل في خلال سنة أو بكثير في خلال سنتين بنسميه ده تأخر في الحمل. نسبة تأخر الحمل في المجتمع المصري أو عموما يعني من 10-15%. طبعا دي نسبة عالية جدا. نقول الحمل اتأخر بعد قد إيه من الجواز؟ بعد سنتين. سنتين؟ لازم ده مفيش حد بيصبر. لو هي اتأخرت أكتر من سنة المفروض تروح للطبيب المتخصص يعمل شوية أبحاث وأشعاعات بسيطة كده بحيث نعرف كل شيء طبيعي. لو كل شيء طبيعي نستنى كمان سنة، لكن لو بعد سنتين ما حصلش حمل يبقى غالبا في مشكلة في حدوث الحمل. طب الحقن المجهري أو يعني التلقيح الصناعي. الإيه؟ التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي، إيه الفرق بينهم؟ التلقيح الصناعي يعني إحنا في مرضى بيحتاجوا التلقيح الصناعي ومرضى تانيين بيحتاجوا الحقن المجهري. المرضى اللي بيحتاجوا التلقيح الصناعي دولت يا اما بيبقى الزوج عنده مشكله في السائل المنوي في الحيوات المنويه ضعيفه او عدد قليل، يا اما في مشكله بسيطه عند الزوجه زي مثلا التهابات مهبليه بتعمل حموضه شديده في المهبل وده بيؤدي الى وفاه او الى ان الحيوات المنويه بتموت. يا اما بيبقى في بعض الاحيان اجسام مضاده ضد الحيوات المنويه بتاعت الزوج وده بيخلي الحيوات المنويه غير قادره على حدوث الاخصاب. فالتلقيح الصناعي ان احنا زوجه طبيعيه ما عندهاش اكتر ما فيش مشاكل اكتر من اللي قلتها ديت، بناخد الحيوات المنويه في المعمل بنتعامل معاها وبعدين بنحقنها داخل الرحم بجهاز كده بكانيولا صغنونه كده اهوت، بحيث بعد كده الحيوات المنويه دخلت الرحم عدت المهبل وعدت عنق الرحم وفي الرحم بقى تجويف الرحم بتبتدي تتحرك وتدور على بويضه تعمل لها اخصاب طبيعي. لكن الحقن المجهري ده سيده مش قادره يحصل حمل بسبب اسباب متعدده، اما مشكله في التبويض مبايض، يا اما مشكله في التصاقات في الحوض بتمنع البويضه تطلع من المبيض تخش في قناه فالوب، يا اما قناه فالوب نفسها فيها مشكله، يعني مثلا عملت عمليه حصل انسداد في قناه فالوب، يا اما الرحم نفسه فيه مشكله، يا اما خلقيه رحم صغير او في اورام زي اورام اللي فيا، يا اما في ولو في اورام في الرحم بيمنع الحمل، ممكن يمنع الحمل وممكن يعمل اجهاض. أوه. يعني احنا ما نقدرش نعمل حقن مجهري الا نطمئن ان تجويف الرحم على الاقل خالي من اي عيوب. انت قبل ما تعمل الحقن المجهري بتعمل لها كشف شامل. قبل ما نعمل الحقن المجهري لازم نحدد بالظبط هل العيب او هل المشكله في عدم حدوث حمل ده بسبب ليه علاج هنعالجه. لو ملوش علاج يعني انت ما بتاخدش وسيله الحقن المجهري على طول، لا. لازم بتعمل فحوصات الاول. بالظبط كده، لان في ستات كتير جدا بتاخد علاج للمشكله اللي عندها بيحصل حمل طبيعي. الحقن المجهري دوت للسيدات اللي عندهم مشاكل غير قابله للاصلاح جراحيا او بالعلاج فلازم نعمل حقن مجهري، او في بعض السيدات عندهم سبب غير معلوم علميا ما بيحصلش حمل، متجوزه بقالها 5-6 سنين وكل شيء عندها طبيعي وزوج كل شيء عنده طبيعي وما بيحصلش حمل. ده بقى اللي ربنا بيقول عليه سبحانه وتعالى يجعل لمن يشاء عقيمة. طب ايه هي مراحل الحقن المجهري؟ الحقن المجهري بعد ما بنشخص ان المريضه ديت محتاجه الحقن المجهري، اول حاجه بنعمل شويه تحاليل، تحاليل هرمونات، تحاليل فيروسات، تحاليل عامه عشان نشوف هل هي لو حصل حمل في ضرر عليها ولا لا. يعني واحده مثلا تخيل كده سيده عندها انيميا حاده، ما ينفعش نعمل ما لو حصل حمل هيبقى في ضرر عليها. عشان سيده عندها مشكله في القلب لازم تتعالج الاول قبل ما يحصل حمل. سيده سمينه بصوره مبالغ فيها وزنها 100-120 كيلو لو حصل حمل هيبقى لازم تخس. حمل 150 هيبقى في ضرر لازم عليها تخس. فلازم احنا نطمئن اول حاجه ان السيده اللي هتخضع للحقن المجهري ما فيهاش اي مشكله. بعد كده هو طبعا كمان بنعمل تحليل للزوج عشان نعرف
هل الحيوانات المنويه قادره على الاخصاب في الحقن المجهري ولا لا. يعني لو سيده متزوجه زوج عنده مثلا ما عندوش حيوانات منويه حاجه اسمها ازوسبرميا، هنعمل حقن مجهري ليه؟ فلازم نطمئن اول حاجه ان السيده ديت ما عندهاش مشاكل صحيه، ونطمئن على تحليل الهرمونات وتحليل الفيروسات معايا حضرتك، وبعدين بنبتدي بقى ندي العلاج. العلاج بيخضع حسب السيدات، يعني في سيدات بناخد علاج الاول يهبط الغده النخاميه، وبعدين بندي علاج حقن يعمل تنشيط للمبايض. الغرض منه ايه؟ الغرض منه ان انا بدل ما بيطلع كل دوره بويضه او اتنين بكتير، بنطلع لها عدد كبير من البويضات علشان يبقى في فرصه. في سن مناسب للحقن؟ اقل من 40. اقل من الأربعين. الأربعين خصوصا عند السيدات عموما بتقل بصوره حاده بعد سن الأربعين. يعني احنا الحقن المجهري نسبه نجاحه من 50 لـ60%، من سن الـ20 كده لغايه 35 37. ده السن المناسب للحقن او للحمل عامه؟ بالظبط كده. بعد الـ40 توصل النسبه 10%، نسبه النجاح. يا نسبه بتقل جدا. لان البويضه في الحاله دي بتبقى بويضه عجوزه عندها ما عندهاش قدره مناسبه على الانقسام، ما عندهاش قدره على ان هي يحصل لها فيرتلايزيشن، يعني يحصل لها الحيوانات المنويه يخصبها، فاهمين ازاي؟ فبالتالي بيبقى احتمالات حدوث حمل حتى بالحقن المجهري لا تتعدى 10%. طب ايه هي اهم النصائح اللي احنا ممكن نقولها عشان الست اللي داخله تعمل حقن مجهري تبقى عندها استعداد للحقن دوت؟ اول حاجه الوزن. الوزن شيء مهم جدا للسيدات، وخصوصا مع الحمل ومع قبل الحمل واستجابتها للعلاج. فلازم لو السيده عندها شويه وزن زياده، يعني 90 100 حاجه زي كده، شهرين ثلاثه تعمل رجيم تخس شويه. نمره 2، لازم طبعا هي تبقى قبل ما تخضع للعمليه ديت يبقى ما عندهاش مشاكل عامه زي انيميا، زي لازم تاخد اكل صحي. لازم تهدي اعصابها، ما يبقاش في توتر نفسي وعصبي، لان احتمال ان يحصل حمل وما يحصلش حمل، وكله طبعا باراده الله. طيب الحقن المجهري عمليه حساسه جدا جدا، يا ترى ايه الاستعدادات اللي احنا ممكن نعملها لحضرتك، حضرتك اللي بتعمل الاستعدادات ديت عشان العمليه دي تنجح؟ الست خلاص احنا عرفنا الاستعدادات بتاعتها. السيدات اللي بيخضعوا للحقن المجهري بياخدوا جرعه علاج علشان نعمل تنشيط للتبويض. الجرعه دي بتعتمد على نسبه الهرمونات وكفاءه المبيض في العمل، فضروري نعمل تحاليل عشان نقدر نحدد السيده دي محتاجه جرعه علاج قد ايه، وبنتابعها، بنتابع الطبيب بتاعها لغايه لما توصل اليوم ال 14 من الدوره. بتاخد حقنه او حقنتين، يعني فاهمين ازاي، اللي هم بيعملوا بيزودوا النمو او قدره البويضه على ان هي تخصب. بعديها بعدد ساعات معين حوالي 36 ساعه بالظبط، بتروح الوحده بتاعه الطفل انابيب بعمليه صغنطوطه خالص، بناخد بنج صغنوط كده، بنسحب البويضات في المعمل، وبيكون الزوج طبعا معاها، بناخد عينه السائل المنوي. الموضوع بسيط. حضرتك بتاخد بالزوج والزوجه؟ لازم. لازم، لان الزوج لو عنده مشكله لازم دكتور ذكوره يتابعه. وفي بعض انت قبل العمليه بتعالج الاثنين؟ لا، انا بعالج السيدات، لكن في معنا اتصال يا دكتور. الو الو الو، اتفضلي. لو سمحت عايز اسال الدكتور عن مشروبات تفتح الرحم، علشان انا دلوقتي في الشهر الثامن. حضرتك في الشهر الثامن وعايزه ايه؟ عايزه اسال الدكتور عن مشروبات تفتح الرحم، يعني اشربها امتى الايه يفتح الرحم؟ معلش قولي السؤال تاني. معلش عايز اسال عن مشروبات تفتح مشروبات الرحم. مشروبات تفتح الرحم. بس انت في الشهر الثامن. دي في الشهر الثامن. في الثامن. بس خلاص يعني. انت حضرتك والده كم مره قبل كده؟ طب اسمعي الدكتور، حضرتك والده كم مره قبل كده يا مدام؟ اول حمل ولا والده كم مره قبل كده؟ انا كنت والده قبل كده، وبعد كده ان انا ما حصلش نصيب فتوفت، يعني ما يعني والده طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي. طيب ما هو انت حضرتك متابعه الحمل بتاعك؟ متابعه في الحمل، وخلاص يعني كلها كام يوم ادخل على شهر. انت حضرتك مش محتاجه حاجه تفتح الرحم، انت مجرد ما هيجي لك طلق ولاده والدكتور هيتابع الحاله ان شاء الله تولدي. البيبي مات اول مره ليه؟ ايه سبب وفاه الجنين؟ كان عندي تسمم حمل. كان عندي وحاليا في تسمم حمل؟ لا حاليا الحمد لله، يعني انا متابعه من اول شهر. طب وتسمم الحمل المره اللي فاتت حصل في الشهر كام؟ حصل في الشهر السابع.
طيب ان شاء الله خير، ان شاء الله المره دي مفيش مشاكل. بس برضه خلي بالك ان تسمم الحمل ممكن يحصل في اخر 3 شهور من الحمل، يعني السابع او الثامن او التاسع. فاحنا السيدات اللي حصل لهم تسمم حمل قبل كده لازم يبقى عندهم متابعه مكثفه، بتقيس الضغط باستمرار، بتشوف وزنها باستمرار، بتتابع الجنين باستمرار، علشان فجاه ممكن الضغط يعلى. هو تسمم الحمل ده يا دكتور بيجي منين؟ انا متابعه من اول شهر، هي متابعه الحمد لله. يعني هنكثف المتابعه بتاعتنا اخر شهرين في الثامن لغايه ما تولدي، علشان ممكن الضغط يعلى في اي وقت. طبعا لازم تهدي اعصابك وتقللي الملح بتاعك وتقللي العصبيه والكلام ده كله مع متابعه ضغطك ومتابعه وزنك، لان السيدات اللي عندهم ضغط عالي. شكرا لاتصالك، اتفضل يا دكتور كامل. لان السيدات اللي عندهم تسمم حمل قبل ما يجي تسمم حمل بيبقى عندهم زياده وزن مفرطه. هو تسمم الحمل ده بيجي منين اصلا يا دكتور؟ هو تسمم الحمل دوت ليه نظريات علميه، مفيش حاجه مثبته. يعني في بعض الاحيان بيبقى خسور في عمل الكلى، في بعض الاحيان بيبقى هي السيده دي عندها ضغط عالي من قبل الحمل بيزيد مع الحمل. يعني هو بيجي ممكن من الضغط. ما هو تسمم حمل يعني ضغط عالي، زلال في البول وفي يعني زلال في البول وضغط عالي وتورم في الساقين او في جسمها كله، بيبقى فيه ميه كتير. الثلاث حاجات دولت او حاجتين منهم بيبقى اسمه تسمم حمل. وده بيصاحب ارتفاع الضغط ده ممكن يوصل لدرجه عاليه جدا، يعمل مشاكل عنيفه وبيأثر على وظائف الكلى وبيأثر على وظائف الكبد. فالسيدات اللي عندهم تسمم حمل بنحب نولدهم بدري شويه، بدري شويه ده يعني البيبي ممكن يخش حضانه. وبتولد قيصري عشان تبقى تحت الملاحظه. طبيعي حسب حاله عنق الرحم وحسب حاله الحاله بتاعتها عامه. لكن ولو ضغطها استجاب للعلاج ونزل شويه ممكن نولد طبيعي مفيش مشاكل. لكن اغلبهم لو تسمم حمل شديد بنولد قيصري. طب يا دكتور نرجع لموضوع الحقن المجهري الثاني، ازاي اعرف ان انا بعد العمليه ان العمليه نجحت وان شاء الله في بيبي هيجي باذن الله؟ ما فيش حاجه، هو ما فيش فرق في الحمل في السيده اللي عملت حقن مجهري او سيده حصل حمل طبيعي. الاثنين مش هيعرفوا ان هم حمل الا لما الدوره تتاخر ونعمل اختبار حمل في الدم. عملنا اختبار حمل في الدم لانها حامل، هنبتدي ندي بقى الحاجات حسب حالتها، حاجات يا اما هرمونات تثبت الحمل. بيبقى الحمل عادي زي الحمل الطبيعي؟ طبيعي جدا، مش اي مشاكل خالص. طب يا دكتور بعد اذن حضرتك، يعني معنا اتصال. محمد، معنا محمد، اتفضل يا محمد. معانا اتصال محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد اتفضل قول سؤالك. دكتور حضرتك عايزين الدكتور على قول سؤالك يا محمد. محمد قال له حصل حمل بعد 5 سنين. اوكي ايوه سؤال اهو، ما انا بقول لك سؤال اهو حضرتك. ايوه انا سامعاك. حصل حمل بعد 5 سنين وبعدين؟ طفل جه عنده مضه بيضاء على المخ. عنده ايه على المخ؟ مضه بيضاء على المخ. مضه بيضاء على المخ. اتفضل. فانا عشان يعمل حقن مجهري لازم نعمل تحاليل وحاجات من دي. عشان يعمل تحاليل، عشان يعمل حقن مجهري ليه ما حصل حمل طبيعي؟ هو ايه سبب تاخر الحمل 5 سنين اول مره يا استاذ محمد؟ كان ضعيف شويه حضرتك، السائل المنوي كان ضعيف شويه. مين السائل المنوي؟ السائل المنوي وحاليا الرجل. السائل المنوي ضعيف ولا لسه بقى كويس؟ ضعيف، لا لسه ضعيف. طب هو الضعيف دوت طالما ان انت خدت علاج وتحسنت يبقى ان شاء الله هنروح لدكتور امراض ذكوره تاخد علاج يحسن الحاله بتاعت حضرتك ويحصل حمل طبيعي. هو بس في نقطه، يعني ايه ماده بيضاء على المخ؟ قصدك تقول في ضغط زياده او في ميه كتير في المخ؟ لا الطفل جاله ماده. الطفل يا دكتور؟ ايوه اخباري. يعني الطفل كان فيه عنده ضغط ميه كتير في مخه؟ لا المضه البيضاء اللي هي تاكل خلايا المخ. طب انت وزوجتك قرايب في قرابه؟ خلايا المخ، نقص في المضه البيضاء تاكل في خلايا المخ. طب انت وزوجتك قرايب في قرابه؟ في قرابه بسيطه. في قرابه. طب وهو لما قالوا لك ان في ماده البيضاء دي زايده في المخ، هل انت عملت التحاليل وراثه للطفل؟ لا ما عملناش تحاليل لسه. لا يبقى لازم يعمل تحاليل. لازم تعمل تحاليل لان غالبا ده شيء وراثي. يعني قبل ما يحصل حمل تاني يا ريت نعمل شويه تحاليل كده عشان نشوف هل الموضوع ده ممكن يتكرر تاني ولا ممكن ما يتكررش. شكرا يا استاذ محمد، واسمعنا اسمع دكتورنا. هنعمل تحاليل وراثه وهنروح لدكتور متخصص. هو المفروض ان كل 2 متجوزين قرايب يعملوا تحاليل قبل الحمل اصلا. يعني يستحسن، لكن هو يعني بخصوص لو في قبل كده تاريخ نسبة التشوهات، نسبة التشوهات عند الزوج او الزوج، فده طبعا بيزود نسبة التشوهات الاجنة. فحضرتك احنا هنعمل تحاليل وراثية الاول وبعدين بعد كده نشوف هل الموضوع اللي حصل للطفل قريب ده ممكن يتكرر ولا ممكن ما يتكررش.
طيب نرجع لموضوعنا يا دكتور، الحقن المجهري دلوقتي في ناس بتحدد يعني بتحدد هي عايزه تجيب ولد ولا بنت. ده فعلا بيحصل؟ طبعا تحديد جنس الجنين ممكن وارد. احنا حضرتك لما بناخد البويضه من الام وبناخد الحيوان المنوي من الزوج وبنعمل اخصاب مجهري، بيبقى هو البويضه دي نص خليه والحيوان المنوي نص خليه، بيبقى خليه. الخليه دي بنحطها في حضانه، الحضانه دي بيبتدي يحصل بقى الخليه دي انقسامات، الواحده تبقى 2 4 6 18 كده يعني ممكن نحدد. لما بتوصل الخليه دي حوالي 16 او 32 خليه، ممكن نسحب خليه واحده من الجنين وبنعرف هل الجنين دوت ولد ولا بنت. الجينات الوراثيه اكس اكس يبقى بنت، اكس واي يبقى ولد. لكن هي مشكله انا تحديد نوع الجنين، هل ده يعني حلال ولا حرام؟ اذا كان بالغرض منه ان انا اجيب نوع معين، يعني مثلا ست عندها بنات وعايزه ولد، طب احنا النهارده سحبنا مثلا من الزوجه دي، طب بيحصل كتير جدا لان الستات بتقعد تخلف عشان عايزه ولد، عشان ولد، فالموضوع ده ريحهم. ما انا هقول لحضرتك، احنا دلوقتي سحبنا مثلا منها مثلا 8 بويضات بعد ما خدت علاج، حققنا 8 بويضات بالحيوانات المنويه، بقى في عندنا 8 اجنه، قول هيطلع منهم 6 كويسين. احنا بنحقن دايما في الزوجه مش اكتر من 4 اجنه. طيب هنحقن لقينا منهم 3 ولاد و3 بنات، يعني هنعمل ايه في البنات؟ هل هنتخلص منهم؟ ده يبقى قتل روح. فانا اعتقد ان فتوى الازهر ان تحديد جنس الجنين بغرض ولد ولا بنت ده محرم شرعا، ده حرام. لكن في بعض الامراض الوراثيه مرتبطه، لو جابت ولاد يجي لهم امراض وراثيه. في الحاله ديت احنا ممكن نعرف جنس الجنين، او لو في مرض وراثي معين للاجنه بنعمل تحليل تحليلات للخليه وراثيا بحيث نعرف الاجنه المصابه من الاجنه السليمه. طب يا دكتور ادينا بس نصيحه لكل الستات اللي لسه متجوزين جديد وان شاء الله عندهم استعداد امهات بعد كده، ادينا نصائح ليهم بس. ابدا هو مش اكتر من ان احنا بس نبقى مهتمين بصحتنا. في حاجه اسمها ان الام الصحه الانجابيه، الام دي اصل الاسره اكيد، يعني وهي طبعا هي اللي بتشوف الجنين او البيبي وهي بتتابع كل حاجه، فبالتالي الام لصحتها الانجابيه مهمه جدا نهتم بغذائنا، مش غنى هي قبل ما تحمل لازم نقول لها اهتم بصحتك الاول طبعاً. يعني لو مليانه شويه تخس، لو عندها انيميا تعالج الانيميا، لو في تتعالج من الانيميا، لو في اي امراض تتعالج منها، بحيث ان احنا نبقى اول ما يبقى في حمل يبقى هي داخله الحمل وهي صحتها سليمه ومفيش مشاكل، لان البيبي بياخد اصلا من صحتها طبعا طبعا، بس مع التغذيه السليمه مفيش اي ضرر. وطبعا حته ان احنا يا ريت ان كل اسره تحدد نفسها، يعني انا النهارده عاوز اجيب طفلين كفايه 3 كفايه، بلاش 4 و5 عشان صحتها، عشان صحتها. طيب سؤال اخير بس يا دكتور في الحقن المجهري، لو العمليه لا قدر الله فشلت بعد قد ايه ارجع اعمل تاني الحقن المجهري؟ على طول تاني شهر، على طول على طول، مش لازم تسترد صحتها الاول؟ لا مفيش حاجه، هي خدت علاج. واغلب السيدات لما بياخدوا العلاج بتاع الحقن المجهري بنجمع منهم عدد كبير من البويضات، 8 10 12 15، لما بنيجي نحقن البويضات ديت مش كلها بيستمر معانا، قولي استمر مثلا معانا 10، بقى في عندنا 10 اجنه كويسين. مش بنحقن الاربعه ال10 كلهم، بنحقن 4 والباقيين بنجمده. هو ده بقى اللي بيخلي فيه توائم وكده عشان لا، ولا ده واحد بيبي بس؟ لا هو التوائم ده وارد يحصل، لكن هو في اغلب الاحيان ما بيحصلش، في الحقن غير صعب قوي. فحضرتك احنا فبالتالي هي لو فشلت الشهر ده عمليه حقن مجهري، عندها اجنه متجمده بناخدهم، انت بتاخد منها البويضه مره واحده؟ بناخد البويضات وبعد كده بتجرب كل شهر؟ لا احنا بناخد البويضات في المعمل، هي دلوقتي خدت علاج، اليوم ال 14 البويضات دي بقت خلاص كده ناضجه، بنعمل عمليه صغيره بنسحب بيها البويضات، بناخد الحيوانات المنويه من الزوج، البويضات ديت اللي موجوده 10 12 15، حقناهم بالحيوانات المنويه. بقى في عندنا بنتابع الاجنه دي في الحضانه، اللي في اجنه بتنمو نمو طبيعي وفي اجنه بتنمو نمو غير مش طبيعي، اللي مش طبيعي ده طبعا بيجنبه، ده بتركنه عشان ده بايظ، هيطلع مثلا من ال 12 جنين 8. اوكي هنعمل ايه بالثمانيه؟ هنحقن 4 في الام والاربعه التانيين بنجمدهم. اوكي لو ما حصلش حمل في دولت الشهر اللي بعده على طول ممكن ناخد علاج بقى بسيط، مش علاج التبويض، علاج بس يخلي بطاره الرحم مستعده لاستقبال البويضات، وبناخد الاربعه التانيين نحقنهم. يعني ممكن نعملها مره واثنين وثلاثه في شهور، يعني هي العمليه ما بتنجحش من اول مره، وممكن تنجح من اول مره، ممكن تنجح من اول مره وممكن ما تنجحش اول مره.
دكتور يعني انت شرفتنا النهارده ومتشكره جدا على استجابه حضرتك لينا. بشكرك جدا، وان شاء الله يكون المشاهدين استمتعوا او استفادوا مننا. اعزائي المشاهدين، فاصل صغير ونرجع لزميلتي نشوى.